أصدرت وزارة النفط تعميما نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس الماضي. الوزارة ذكرت في بيان لها أن الكتاب جاء على أنه انطلاقا من حرص الوزارة على استكمال أسس النجاح في تأسيس شركة النفط الوطنية ومزاولة أعمالها في ظل بيئة داعمة لها وانسجاما مع الرؤية المستقبلية للقطاع النفطي. وأكدت الوزارة أن الخيار ترك أمام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع أن يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة.